لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. السلام عليكم أعزائي الكرام. تقدر تكون هذه القصص ديال الحب اللي غنحكيها لكم اليوم الأشهر في التاريخ، ونبدأ بأول ثنائي اللي كيتعتبروا رمز للحب نفسه، روميو وجولييت. قصة مأساوية للكاتب ويليام شكسبير. قصة حبهم كانت شديدة ومأساوية ومليئة بالحزن. هما جوج ديال المراهقين وقعوا في حب بعضهم، ولكن ما قدروش يقربوا من بعضهم حيت عائلتهم معادين مع بعضهم، وكاين عداء كبير بيناتهم. في الآخر قرروا ينهيوا حياتهم بالانتحار. قصة حب حقيقية عن كليوباترا ومارك أنتوني هي واحدة من أكثر القصص الرومانسية والمثيرة للاهتمام في التاريخ. بعد فترة من الوقت قام ويليام شكسبير بدراسة قصة الشخصيتين التاريخيتين، وزاد عليها صبغة درامية وباقة كتعرض في جميع أنحاء العالم. مارك أنتوني وكليوباترا بغاو بعضياتهم من أول نظرة، وتثبت هاد القصة ديال الحب ديالهم في وضع مصر في دائرة الضوء. وهاد الحب أثار غضب الرومان اللي كانوا حاضرين وخايفين تزيد وتكبر القوة المصرية. وخا هاد التهديدات اللي توجهت لأنتوني وكليوباترا ما اهتموش وتزوجوا. كيقولوا ملي كان كيحارب أنتوني ضد الرومان وصلت للمسامع ديالو أخبار كاذبة على وفاة كليوباترا، وهو ينتحر مقدرش يفكر يعيش بلا حبيبته. وملي سقط الخبر الملكة كليوباترا تصدمت وانتحرت. عام 1612 تزوجت مراهقة سميتها أرجومان دوبانو من حاكم إمبراطورية المغول الشاه جاهان، وكان في عمره 15 عام. طلقوا عليها اسم ممتاز محل، وولدت له 14 طفل، ولات الزوجة المفضلة ديالو. وملي ماتت في عام 1629 قرر يبني الإمبراطور نصب تذكاري باش يخلد الذكرى ديال حبيبته. شارك في البناء 20,000 عامل و1000 فيل، ودوزوا تقريبا 20 عام باش يكملوا بناء هذا النصب اللي طلق عليه الإمبراطور اسم تاج محل. عدد قليل من الناس اللي عاد تفهم التضحية اللي قدمها هذا الثنائي اليوناني اللي تفرقوا سنوات طويلة وتسنوا 20 عام باش يتجمع الشمل ديالهم مرة أخرى. خلى أوديسيوس مراته ومشى بسبب الحرب، وعلى الرغم من أملها المحدود بأنها هيرجع إلا أنها قاومت. 108 شخص حاول يتزوج بها وتقرب منها، وفي الوقت نفسه رفض أوديسيوس عرض الساحرة الجميلة اللي قتلو تقدم للحب الأبدي والشباب الدائم، وقاوم كل شجاعة حتى تمكن يرجع عن داره ونمراته وولده مرة أخرى. كتبدا القصة ديالنا باستعراض حياة السيد بينيت اللي كان عنده 5 ديال البنات، خلاهم يكبروا ويتربوا بالطريقة اللي بغاوها، ولكن ما كانوش يمشيون للمدرسة وما كانش عندهم حتى المربية اللي تعلمهم وتوعيهم. لهم يعيشوا حياتهم طول وعرض كما بغاو، عمرو فكر في المستقبل ديالهم. حتى واحد النهار اللي عطح بنته الكبيرة في حب شاب غني واللي كان صديق مقرب من دارسي. كان كيشوف بلي عائلة إليزابيث فيها بزاف ديال المشاكل والعيوب القاتلة اللي كتمنعهم من الاندماج في العالم الارستقراطي، وهادشي اللي خلق حالة من العدوانية بين إليزابيث ودارسي. ولكن كما كيقولوا ناس زمان، من بعد عداوة محبة، مع مرور الوقت هتبقى إليزابيث كتبغي دارسي وهو كذلك. عشق نابليون وجوزيفين. نابليون بغى جوزيفين هو في عمره 26 عام، كان جوزيفين كبير عليه وكانت أكثر ثراء، كانت كتنتمي لعائلة قوية وبارزة. بغاو بعضهم وتزوجوا، حافظوا على الاحترام بيناتهم. ومع مرور الوقت نابليون بقى كيطلب من جوزيفين تولد له الولد، وهادشي اللي ما قدرتش عليه وما قدرتش تقدمه له. في ديك اللحظة
قرروا يتفرقوا.